للمزيد معنا الأستاذ حسن قطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات والمختص بالشأن الإيراني وكذلك بشأن الأحواز. مرحبا بك أستاذ حسن قطب. بداية، يعني الاحتجاجات تتواصل في إيران وبدأت تأخذ منحا تصاعديا، يعني كيف يمكن من وجهة نظرك أن تتطور ربما هذه الاحتجاجات؟ الأسباب نفسها التي دفعت الشعب الإيراني للانتفاض على شاه إيران السابق من الفقر والعوز والتهميش والفساد وهدر المال العام هي نفسها الأسباب الآن التي تدفع الشعب الإيراني للتحرك من جديد ضد النظام الديني الحاكم في طهران. إيران الآن منغمسة في حروب متعددة في دول عربية ومنخرطة أيضا في دعم مجموعات إرهابية في دول متعددة ومختلفة. هذا المال يجب أن ينفق على الشعب الإيراني لرفاهيته، لتأمين حاجاته، لتأمين تطوير وضعه الصحي، لكن النظام الإيراني يعمل على العكس تماما. النظام الإيراني يعتبر أن انخراطه في حروب حول حدوده في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي غيرها يشكل حماية لاستمراره في الداخل، وهذا كان مقتلا لهذا النظام، حيث يشعر المواطن الإيراني أنه يخسر أمواله في الخارج في حين أنه يعاني لتأمين معيشته ويعاني من البطالة ويعاني من تدني الرعاية الصحية. الهتافات التي يرددها المتظاهرون أستاذ حسان يعني توحي أن التظاهرات هذه أكبر ربما من كونها ثورة تجيع، إلى أي مدى ترى أنه ربما أن تؤثر هذه التظاهرات والاحتجاجات على سياسة إيران الخارجية، يعني لا سيما في العراق، في سوريا، اليمن، لبنان؟ نعم، التحرك الآن في الداخل سوف يأخذ باهتمام النظام الإيراني المنخرط في صراعات خارجية إلى الداخل الإيراني، وأصبح حتى المقاتل الإيراني أو المدعوم من إيران في الخارج عليه أن يلتفت إلى الداخل الإيراني، لأن استقرار النظام في الداخل الآن يصبح ضمانة لاستمرار عملياته خارج إيران. هذا الهم الآن الذي تعيشه الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني سوف يخفف من الضغوطات على الشعوب المنطقة العربية التي تعاني من التدخل الإيراني ومن الاضطهاد الإيراني ومن محاولة قمع الثورات العربية وضرب الاستقرار في العالم العربي برمته. الآن الشعب الإيراني بدأ يتحرك نتيجة الفساد والهدر الذي يشاهده ونتيجة إنفاق هذا المال على حروب عبثية في الخارج يرى أن لا فائدة منها ولا نتيجة منها بالنسبة لرفاهيته واستقراره وتقدمه. كيف ترى نقطة الذروة لهذه التظاهرات؟ إلى أي مدى ستؤثر على المشهد السياسي داخل إيران؟ الآن علينا أن ننتظر مدى التحرك الآن في المدن والقرى، مدى التجاوب مع هذا الحراك. اليوم هناك أخبار أن هناك قتلى وجرحى فقط نتيجة القمع الدموي الذي يمارسه الحرس الثوري ضد المتظاهرين. مع ازدياد سقوط قتلى وجرحى سوف يتفاقم الوضع أكثر فأكثر، وهذا ما علمتنا إياه كافة الثورات، أن القمع والعنف يؤدي إلى ردة فعل أقوى وأقوى وأقوى، وهذا يشجع كل القوى على التحرك واستنهاض الجماهير التي تشعر أنها فعلا مهمشة بل ومقموعة أيضا، وممنوع عليها أن تعبر عن وجهة نظرها أو أن تعلن عن رفضها لهذا الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الإيراني. 30% بطالة، هناك تدني في الرعاية الصحية، عجز عن شراء الخبز والسكر ومستلزمات الحياة، والفساد شاهد عيان عند الجميع، الكل يدرك حجم هذا الفساد. فالتحرك الشعبي لابد أن يتفاقم والقمع سوف يزيده ويؤسس لانتشاره أكثر فأكثر في كافة المدن والقرى. شكرا لك أستاذ حسن قطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات والمختص بالشأن الإيراني.